موجز لأهم الأنباء، أهلا بالجميع. للأسبوع الثاني يتواصل العدوان الهمجي على قطاع غزة المحاصر، حصيلة مروعة تجاوزت 2268 شهيدا وما يقارب 10,000 جريح بغزة والضفة الغربية. فخلال أقل من 24 ساعة استشهد 256 فلسطينيا استهدفت منازلهم دون سابق إنذار في كل من بيت لاهيا وخان يونس ومخيمي جباليا والبريج. هذا فيما شهدت الضفة الغربية اشتباكات عنيفة وعملية اقتحام لمدن جنين والخليل ورام الله أسفرت عن ارتقاء 14 شهيدا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. في غضون ذلك شرع مئات الفلسطينيين في النزوح من شمال قطاع غزة مع انقضاء المهلة التي حددها جيش الاحتلال لمغادرة المنطقة تمهيدا لقصفها. إلى ذلك تتواصل ردود الفعل المستنكرة للهمجية الصهيونية المستمرة في حق المدنيين العزل الصامدين بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي رفض بلاده للقصف العشوائي الذي يشنه الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في قطاع غزة ولمخططه الهادف إلى التهجير القسري لسكانها، فيما عبرت الأمم المتحدة عن استيائها البالغ من قرار حكومة الاحتلال تهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا واصفة إياه بالمستحيل والكارثي، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن تهجير أكثر من مليون شخص خلال يوم واحد لا يمكن سوى أن يشكل أزمة إنسانية. وإلى ذلك خرجت مظاهرة ومسيرة حاشدة في عدة عواصم عالمية رفع خلالها المتظاهرون الراية الفلسطينية وسط هتافات غاضبة ومدينة للإبادة الجمعية والتهجير القسري الذي يتعرض له سكان قطاع غزة. في النشاط البرلماني استأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية خصصت فترتها الصباحية للاستماع إلى آخر النواب المسجلين في قائمة المتدخلين، فيما خصصت الجلسة المسائية لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، يليها رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي تم عرضه الثلاثاء الفارط. عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واستجابة لنداء وزارة الشؤون الدينية، تم اليوم عبر كافة مساجد الجمهورية إقامة صلاة الاستسقاء، حيث رفع المصلون أكف الذراع والدعاء إلى الله عز وجل بأن ينزل الغيث ويسقي الأرض رحمة بعباده المؤمنين. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بولاية تيندوف واقع المرأة الريفية وبرامج الدعم التي استفادت منها بالقطاع الفلاحي، كما كانت لها وقفة بمعرض يبرز تنوع المنتجات التقليدية الخاصة بالمنطقة. المناسبة كانت فرصة لإعطاء إشارة الانطلاق لمشروع غرس شجرة الأرغان وتسليم عقود ملكية لفائدة الفلاحين. في خبر آخر، تمكنت فرقة البحث وتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من حجز 10,450 قرصا مهلوسا مع توقيف 4 أشخاص ومركبتين ومبلغ مالي فاق 50 مليون سنتيم كعائدات للترويج. ودوليا في ملف الصحراء الغربية، أكد المؤتمر 13 للمسيرة الدولية للنساء المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة أكد على مرافقته وتأييده للكفاح التحرري الذي تخوضه المرأة الصحراوية في معركة التحرير والبناء، مشيدا بدورها الريادي في مقاومة الاحتلال المغربي ومساهمتها في وضع اللبنة الأساسية لمؤسسات الدولة الصحراوية. ختام موجزنا الإخباري، شكرا على المتابعة، دمتم بخير. We'll be right back.